اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الأولياء وألهمنا إلهام الملائكة المقربين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيها لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. وأتوا بربكم قالوا بل أتينا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم فتلكنا بما فعل المبطلون. نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تعمل عليه يلث او تضحك يا ذلك فضل من الذين كذبوا باياتنا وصدقوا لعلهم يتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فاولئك هم الخاسرون. كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يبغون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء خلقنا يدون بالحق وبيعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إن كيدي متين ألم يتذكروا ما بصاحبهم من نذير إلا نذير مبين. أولم يدعوا في ملكوت السماوات والأرض وما الله من شيء وان عسى ان يكون حجه وحجه باي حديث ما دعوت منه. من يضلل الله فلا تهدي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تدري الا بغته. ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا سألت يا خير وما مسني يسوع إلا النذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ومرت في فمها وقالت ربهما علينا تجدنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها نفسك تضرعا وخيفة ودون الجارح قابل وجل صالحاتكم يا إن الذين عند ربك لا يسمعون عبادتي ويسبحون وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوق تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بها الحاج ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويقطع دابر الكافرين إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم ألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الله بهديك إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثب عنكم رجل الشيطان وليلبس على قلوبكم ويثبت به الأقدام معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل فلاح ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فاذوقوا أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله وملائكته بذنب زين ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليلي المؤمنين من بلاء حسنا الى سميع عليم ذلك وان الله هو خير كيد الكافرين
فافتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وما كانوا أولياء من أولياءه إلا مزدقون على بلا ذر الله يعلمون وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء ومسجية بذوق عذاب لما كنتم تذكرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بعضه على بعض فيسلك جميعا من لوم جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يعتبوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فمضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين السبيل يا كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان يوم على كل شيء عظيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم
رأيتم في أعينكم غليلا ويغللكم في أعينهم يقضي ويصدون عن سبيل الله بما يعملون به وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولما تراءت الفئتان نكص على استدعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونه الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم الله يريد على الدنيا والله يريد على الآخرة.
يقول لمن في أيديكم من الأسار إن يعلم الله أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين عليكم النصر إلا فأولئك منكم فأولو الأرحام وأولو الأولاد بذلك كتاب الله إلى الله برهاتهم من الله ورسوله الذين آتهم من المشركين فاسجدوا في الأرض أربعة أشهر لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أشهر الحرم فاغتروا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد عند وضعوا في دينهم وعملوا أئمتكم إلا لا إيمان الله لم ينجهوا فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإغراج الرسول وهم بدؤوا أول مرة أتجنب الله أول شهيد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويصيب ويصرف عليهم
مجد الله شاهدي على حسين مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر اللهم صل على سيدنا محمد الله لا إله إلا هو المسجد الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم وإخوانكم أولياء إذ سحبكم على الإيمان ومن يتألم أولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله يا رسول أيام في سبيل وتربصوا حتى يأتي الله بأمر الله من القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل جنودا لم ترها على الذين عمروا ولا يجزاهم كافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواه يذهبون بالذين كفروا بقوله قاتلهم الله أنا يفتكون إن بدوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا فتهوى كاجباه وجنوبها ظلم هذا ما كنزل يا مسلم فدوى ما كنت تكنزل إن عدة شهور
عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله ويجرى الأمزام عليهم لا يدرى ما كافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا بالآخرة فما مدى الحياة الدنيا بالآخرة إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدلكم غيركم ولا تدروا جاء الله على كل شيء عزيز إلا تنصروا فقد نصره الله الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة تصوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أتى أمرنا من عبد ويتولوا فانفرحوا مصيبنا إلى ما كتب الله لنا هو مولانا على الله وليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول الله يدون ثلاثا لهم مصحبا ولا يبلغون
كفرتم بعد إيمانكم فعن ضائبة الإيمان بعد ضائبة الإيمان المنافقون المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والكفار نار جهنم خالدين فيها حسب الله ونعم الوكيل الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله لا يعلمهم الله إلا الذين آمنوا الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم Yeah.
بلا يوم يمرنا بما قلنا بعد بما كانوا يكذبون. يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا استغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل يتخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تغادروا معي أبدا وإنكم رضيتم بالقعود أول من أنتم أهل ما هالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهقهم الآخرة. وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا مع الله رضوا بأن يكونوا مع الخوارج رجلا وغروبهم أم لا يفعلون. لهم قلت لا أجد ما أحملك عليه إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسولكم وتردون يا أهل وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وصلوا الرسول على إله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله.
الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورد الله منا المدينة مردوا عن الفاضل هذا قبل أن نعلم تبعد مرتين ثم يردوا إلى هذا المعين وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلدوا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله محمد ولا يغلبن إن لله إلا لنا الله يرده إنه لكاذبون لا تهم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق لا تقوم فيه ورضوان خير أم من أسس بنيانه على نفع جنوب نار تنام بنا لا يزال بنيانهم الذي بنوا به ثم الله إن الله اجتلى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه الله في التوراة والإنجيل يستغفروا للمشركين ولو كانوا في غربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ من أجل إبراهيم وما كان الله والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أمرت الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة
الآيات ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار منهم ضائفة ليتبقوا في الدين وليعذروا الله فإذا رجعوا إلى الله يرجعون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم بالكفار وليجدوا بكم ملة ولا مغادة لا مرتضين وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادت هذه إيمانا وزادت الإيمان وهم يستبشرون أما الذين في قلوبهم مرض فزادت الرسل إلى رسلهم أنهم مختمون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يذوبون على من نظر بعضهم إلى بعض وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما سنين ربهم على الكافرون إن هذا أجر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وما لم يأوى الذين هم الآيات إلى غافلين
يبدل الله للناس الشر استرجالهم بالخير. لا قطيع على الذين لا يرجون اللقاءنا في قرآن غير هذا أبدله وما يكون لي وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان إنما بغيوا على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وغيرنا ما جاءكم ونبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أعطاها أمرنا بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من
مكانا الحي من فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الى اي دار ما لهم كيف تهتدون وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من اهله ان الله يغني بما يظنون وما كان هذا القران ان يبتلي من دون الله Yeah.
لسان وما تسلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ألا يكون أمركم عليكم قد تعظم فضوا إلي ولا تضيروا فإن توليتم فما سألتكم من أجل نجي God.
أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاء وَيُدِيقُ الَّذِي مَنْ يَمَلَّهُ وَإِنْ يَعْمَى
يستخفوا منه ولا حين يستخفون الثياب يعلم ما يسرون ولا يجنون إنه عليم بذات الزجاج بدا في الأرض إلا والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون عند الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة بعض ما يوحى إليك والضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك زكاة حولك إنما أنت كثير والله على كل شيء وكيل أو يقولون افتريه قل فاتوا بعرش سور من شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب النار خالدا وما تكفر منه إلا رحمة ربك وأن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم من ربي واتاني رحمة من عندي ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجي إلا على الله وما أنا بطارد الذين
أتبعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم ربكم أين إذ يعود يقولون ابتلاه قل ابتليت عليكم أنا بريء مما تجرمون أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا Yeah.
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنجاكم من الأرض أتعبركم بها أستغفروا وقدوموا إلى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا ألا بد يعبد أباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأعطاني على قوم هؤلاء يناديون لا نرغب قد تقلع لا تزوري بذنبي هل سمعوا رجل رجل فقد علمت على ربي ملادنا وإنك لتعلم ما نريد لو أمليكم وسلام إلى مجدي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقدر من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنها مصيبة وإنما بدم السفر تسب بغليل ولما جاء أمرنا جعلنا آلهة سافلها وأمرنا عليها رجالة من سجن مظلم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المياه تأمرك أن نذرك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنا لم نريد إلا لله
لكم مثل ما أصابكم. إِنَّ بَرَّ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
من أنباء الرسل ما نثبت في ولادك وجاءك في هذه موعظة وجهة للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون ملوا على مكانتهم إلا عاملون إلا منتظرون غير السماوات والأرض وإليه يجعل كل بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل قال يوسف لأبيه جاء أبتي إني رأيت أحد عليه أفضل وجهك وما رأيت لي ساجدي قال يا بني لا تقصص رؤياك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من أرض إبراهيم إن ربك عليم حكيم وأتانا في يوسف ودي آيات للسائلين قالوا ليوسف وأخوه وأوحينا إليه فاطلب يا رب أمري ماذا وما يجرون يا رب إذا يكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترنا يوسف عند متاعنا ونغرق وما أنت بمؤمن إلا كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل صورت لكم أنفسكم وزرنا نير الله مستعان على ما تصفون جاء السيارة وأرسل واردا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من سبيل الحديث والله غالب على أمره لكن أحضر الناس إلى نموه ولما بلغ جده آتينا أمه وإما وكذلك نجي المسلمين في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ولقد همت به وهم بها لولا أرئي برهانا به من لا ذلك سوى إلا إن سلامة أمري
نفسي وشهد شاهد من الأهل أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فيه ولقد راودت التي رأس سماء ولئن لم نفهمها لنجعلنا له رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلى فاستجاب له ربه وصرف عنه كيده الليل وسمعه فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل أول زي عدان كل من ربنا بتغيير لا نريك من المسنين ألا يأتيكما دعما ترجعاني إلا نبأتكما بتغييره قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم يا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء إلا أن يكون لله علينا وعلى الله سبحانه يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون إلا الواحد الغفار أتبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ثم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذ الحكم إلا لله أما أن لا نبذل إليه فلا يهديه أيهم ولكن أنزل الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه فورا أما الآخر يشرب وتكون تلفزيق لأرض الذي به تستطيع أنه ناج منهم اذكرني عند ربك لا تجد غير ربي ولبث السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات صديق أتنا بسبع بقرات زمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قال الملك ائتوني به فلما
غضبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة الأرض يتبوأ لنا هذا اليوم ذكر من الأجر الأمر وكان وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه وعرفهم الله ولما جهزهم بجهاز متفرقة وما أغني عنكم من الله إلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله فآوى إليه أخيروا عليني أنا أخوك فأتتهم يعملون فلما جهزهم بجهازهم استخرج من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ Oh.
قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل بالله الذي أوزع دلوقتي وقرأ
القريب فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا ودار الآخرة الذين فلا يعقلون إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يا قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفسير كل شيء ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي وسخر الشمس القمر كل يدي لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها قبل الحسنة وقد دخلت من قبلهم المثلة وإن ربك لذو مغفرة للناس أعراض منه وإن ربك لشديد وكفروا لولا أنزل عليهم آية من ربهم وأنزل ولكل قوم الله يعلم ما تعملون من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ويرسل الصواعق يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد ثم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يستوي نفعا ولا ضرا ما لله شركاء خلقوا فخلق جميعا خلقوا لله ولأولياء الأمر إذ بخار
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السائل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيزوج فاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا ما أنزل إليك من ربك الحق يعمل وأنا إنما يدلك الرد الذين يوفون بعهد الله ولا يعودون إلا والذين يصلون ما أمر الله به من قبل أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يقولون الرحمن يدعو ربي لا إله إلا إذا كثر إليه مسعى ولو أن قرآنهم سيرت به الجبال أو قدعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا وارعتنا كالظالم من دار حتى يأتي أمد وعين الله لكل عام ولا قد استهزئ برسل بعضهم في الذين كفروا ثم قتلوا كيف كان فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم بلا بحمد الله تجري من تحت النار أغلقها الدائم ولله إلا هم الذين اتقوا ربهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب يجرون له إلى الله ولقد أرسلنا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم لما جاءك من علم
أزواجا وذرية وما كان لرسول يدي بها يدي نبي لله لكل يد الله ما يشاء إنك عنده ملتا وإما نرينك بعض الذي نغيبه لسان قومي ليبين الله ويضل الله ويشاء ويزيد الحكيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا عن اخي قومك يا ظلمات يا نور يهدي ولايام الله ان في ذلك الايات لكل صبار شكور وان وعلى الرسال ومنكر نعمه الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومون سوء العذاب يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه قالت رسلهم بالله شك بادر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ودنا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم مثل الذين كفروا بربهم
منهم كرماد اشتدت به الريح في يوم حادث لا يقلون مما كسبوا على الليل الذي هو الظلام الليل يبتل أن الله خلق السماوات والأرض بالحق فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا الله هدانا وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم يا سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ظهرها في السماء يبلها كل حين بإذن ربها لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.